أعلن منظم مهرجان الإسكندرية السينمائية عن تفاصيل الدورة 39 للمهرجان، والذي سيتم افتتاح فعالياته يوم الأحد المقبل ويستمر على مدار 5 أيام. وقد شهد المؤتمر الصحفي الذي عقد حول هذا الشأن الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان وعدد الأفلام والدول المشاركة، فضلا عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم. المهرجان السنة دي بيحمل شعار مختلف شوية. احنا اشتغلنا على سينما تصنع السلام وتواجه الإرهاب وكل القضايا القومية يعني، واشتغلنا على الكوميديا السنة فاتت. السنة دي بنقول لا، السينما أول ما نطقت رقصت وغنت، فاحنا بنقول السينما ترقص وتغني. عملنا استفتاء لاختيار أهم فيلم في تاريخ السينما المصرية، والحقيقة كانت نتائجه مبهرة جدا وقدم أفكار كتيرة. الغرض من الاستفتاء مش بس إنك أنت بتختار أفلام أو تطلع أفلام أو تفكر، لا، أنا بفكر ناس إن احنا عندنا صناعة عظيمة